السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة حلقتنا وحلقة جديدة من ضمن حلقاتنا، وهي مشكلة الجنزير اللي بيقع. معظم الناس بتشتكي دايما ان الجنزير بتاع العجلة بتاعتها بيقع، فالنهاردة في الحلقة دي هعلمك ازاي تعرف الاسباب الرئيسية اللي بتوقع الجنزير وايه المشاكل وحلها في الحلقة دي. ولو اول مرة بتشوف الفيديو معايا على القناة، اشترك معايا في القناة وفعل زر الجرس واعمل لنا لايك عشان يوصلك المشاكل. عشان الجنزير بيقع دايما من العجلة، في بعض الحاجات المهمة الأساسية اللي لازم تعرف. أول حاجة معايا وهي في المجموعة ديت، وهي ترس العجلة. الترس اللي معايا ده أول حاجة لازم تعرف إيه الترس. لازم يكون معانا الترس اللي معانا ده معدول. يعني إيه؟ يعني بمعنى صح إنك الترس ما يكونش فيه رفة أو معوج بالشكل ده. شايف الترس اللي معانا ده معوجة، شايفه فيه رفة. لو الترس معاك معوج، دي يعتبر اول نقطه 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 انا هحل لك المشاكل كلها. اول حاجه معايا وهي الترس، زي ما انت شايف كده في رفه. الرفه دي طبعا توقع الجنزير بتاع العجل، تمام؟ دي اول حاجه. طيب نفترض ان المكنه معايا مبوش، يعني لو انت ماسك البدال والبدال مبوش معاك كده، طبعا دي برضو يوقع جنزير. طب ده هنحلها ازاي؟ ديت طبعا هنربط اللي هي مكنة بتاعة الجنزير او المكنة بتاعتنا بالظبط، نغيرها لو كانت مبوشة خالص او فرطة او اي حاجة من دي. يعني اول حاجة الترس بتاعنا يكون مظبوط، تاني حاجة المكنة معانا مظبوطة بتاعتنا، تالت حاجة وهي ان الاكس الخلفي بتاع العجلة ما يكونش مبوش ويكون برضو مظبوط، تمام؟ في حاجة بقى انا هقول لكم عليها، بس دي هخليها لكم بقى نهاية الفيديو، وهي هخليها لكم في نهاية الفيديو، تمام؟ طيب كده احنا عرفنا بعض المشاكل اللي بتخلي الجنزير يقع. طيب في مشكلة رئيسية جدا، وهي دي بقى انك انت لما بتعمل الشغل اللي انا قلت لك عليه ده كله، بتلاقي ان العجلة برضو جنزيرها بيقع. المكنة سليمة، الترس معدول، الاكسل وراني خلفي معدول، يبقى المشكلة في ايه؟ المشكلة في الفريم بتاع العجلة او الكادر بتاع العجلة معوج. يعني معنى صح ان الترس الخلفي مش امام الترس الاولاني. يعني انت لما تبقى مركب الجنزير كده بالطريقة دي، تمام؟ اهوت بتبقى مركب الجنزير، ما بتلاقيش ان الجنزير في استقامة مع الترس اللي هو الترس الامامي. يعني الترس الامامي مش قصاد الترس الخلفي، فبالتالي بيبقى مثلا الجنزير رايح في جنب والترس التاني رايح في جنب، فبالحاله ديت الجنزير بيقع. طب هنحل المشاكل دي كلها ازاي؟ خليك معايا لنهايه الفيديو. اول حاجه معانا وهي هنعدل الترس اللي معانا اللي هو ده. طيب هنعدله بطريقه سهله بسيطه اهيت. شايف الترس فيه كده في رفه، هنجيب الشاكوش ونشوف الترس بيحك اهوت عند المكان اللي هو فيه الحكة، ونبدأ نديله تكة كده لحد ما يظبط معانا كده اهوت بالطريقة اللي أنا هوريها لك دي اهوت. فيه اهوت تاخد الرفة بتاعة العجلة دي، تعتبر أهم نقطة الأولانية لحد ما تظبط معاك ويكون مظبوط، تمام؟ كده احنا ظبطنا الترس. طيب اهم نقطه بقى له، هي دي اللي انا عامل عليها الحلقه، وهي ان الفريم بتاع العجله اللي معايا مش مظبوط، يعني الكادر معايا مش مظبوط. طب هنحل دي المشكله دي ازاي؟ هنيجي على الاكس الخلفي بتاع العجله ونبدا نحل الطاره الخلفيه بتاعتنا دي عشان نظبط الفريم بتاع العجله، ان العجله معانا مش مظبوطه، تمام؟ هنفك اللي هي الطاره بتاعت العجله، تمام؟ نقعد بالطريقة دي هات اهوت ونطلع الطرف بتاعتنا، تمام؟ اهوت نطلع جنب الفرامل بس كده، الجنزير معانا طلع اهوت والطرف بتاعتنا. طيب احنا هنعمل كده ازاي؟ انت ما تيجي تعرف حاجة ازاي تعرف ان العجلة معاك دي او الفريم بتاع العجلة مش مظبوط، بحاجة بسيطة خالص. طبعا بتلاقي ان الجنزير دايما بيقع في اتجاه معين، فانت مثلا لو كان الجنزير بيقع في اتجاه اليمين، يبقى طبعا الكادر هيروح لجهة اليمين. لو الكادر مثلا الجنزير بيقع في جهة الشمال، يبقى
يبقى في الحالة ديت الكادر هنوديه جهة الشمال. طيب هنعمل العملية دي ازاي؟ بص معايا حاجة بسيطة خالص، هنجيب شاكوش زي ما انت شايف كده اهوت، تمام، دي الشاكوش معايا اهو، وابدأ اجيب الفريم، اشد الزنزير كده معايا، تمام اهو اهو، اظبط على الجنزير بالظبط، وابدأ ابص كده من ناحيتي انا، ابص على الجنزير في اتجاه الترس بحيث ان الجنزير لا يروح كده ولا يجي كده زي ما انت شايف اهوت، وديه كده واجيبه كده بحيث يكون موازي للترس الامامي، تمام، وابدا اجيب الفريم بالطريقه دي كده اهوت اهوت، واضم الكادر معايا في تاني. طبعا الجنزير معايا ده بيقع لبره، فبالتالي هفوق هجيب الرشتين دول في اتجاه الشمال. طبعا انا بشرح الشرح عملي، ليه؟ ان انت ممكن تكون عجلتك صغيره او عجله كبيره، كل الشغل ده هيمشي معاها، تمام. لو مثلا بيقع في اتجاه تاني، يبقى انت هتجيب الرشتين دول في اتجاه اليمين، تمام، الرشتين دول في اتجاه اليمين، فبالتالي بتظبط انت الجنزير مع السيستم الخلفي، ودي تعتبر اهم مشكله بتوع الجنزير. انت عارف لو انت المكنه معاك سليمه، المكنه يعني مش مظبوط، لو هي مظبوطه نص والترس برضو مش مظبوط، وحتى الجنزير مش كويس قوي، والجنزير قصاد الترس الخلفي، العجله مش هتقع ولا الجنزير هيقع تاني، صدقني انا بقول لك كلام يعني من الاخر، يعني زي ما بيقولوا، تمام، بتظبط كده زي ما انت فاهم كده. انت بتجيب الرشتين في اتجاه الشمال عشان نظبط اللي هي اللي انا بقول لك عليه ده، تمام. ونبدا بقى نرجع تاني للموضوع، نركب بقى الجنزير بتاعنا اهوت تاني، بتوقع فيها الجنزير من ده اهوت، ونبدا نركب الحاره بتاعتنا. ونبدأ بركب البنزين بتاعنا. نبدأ بقى نشيل بعد كده، نبدأ نربط الطاقة بتاعتنا ونشد الجنزير بتاعنا زي ما انا برضو قلت في حلقات تانية ازاي تشد الجنزير. هتشد الطرة اللي ورا زي ما انا ماسكها كده بالبداية كده، تسحبها للخلف اهوت برضو الناس عشان تشوف، تسحب الطرة اللي انا ماسكها كده، تمام، ونبدأ نظبط الطرف النص بتاع الكادر بالظبط، تمام اهوت، ونجيب ايدينا زي ما بقول لك كده، انك تشد الجنزير زي ما انا شايف كده اهوت، وتشد مع الجنزير كده. طب اقول لكم برضو حتى ازاي تشد الجنزير وكده، الجنزير معانا اهوت، والطاره بقت مظبوطه 100 100. وكده ان شاء الله خلصنا حلقتنا النهارده، ونشوفكم في حلقة تانية، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.